السلام عليكم، معاكم ضحى أسامة من شركة Creative Group. هنبدأ النهاردة مع بعض في رابع محاضرة لينا من كورس كتابة V5. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل Create لأكسس System. هنبدأ من Start زي ما احنا متعودين، ونقول له عايزين نعمل Part، ونقول له OK. هنيجي من قائمة Tools و هندخل على Options وندخل على Infrastructure، بعدين Part Infrastructure، بعدين ندخل على Part Document ونقول Create an Access System and OK. وندخل على Insert ونقول عايزين نعمل Insert ل Access System. ال Access System ده ان انا محتاجة طبعا Point او Origin، او هنا بيقولي No Selection. هنبدأ نختار ال Origin Point ونقول له عايزين نعمل ال Access كله System بتاعي يكون حوالين ال Origin Point، ونقول له OK. لما نفتح الاكسس سيستم هنلاقي ان انا عندي اكسس سيستم اتعمل له كرييت. لو عملت عليه رايت كليك وقلت له parents or children، هلاقيه بيقول لي انه في البيرنت عندي هو الابسولوت اكسس سيستم، والتشيلدرن اللي عندي هو الاكسس سيستم نمبر 2. لو دخلت على اي بلان برضو عملت قلت له parents and children، هيوريني ان البلان هو البيرنت بس التشيلدرن عندي هو الاكسس سيستم. لو دخلت برضو على اي بلان تاني هلاقي نفس الفكرة. تمام، حتى لو دخلت على البورت نفسه من برا، لو دخلنا برضو هنا قلت له parents and children، هنلاقي الفكرة انه انا دلوقتي بيوريني فين ال parents، فين ال children، فين الاكسس سيستم عندي، فين الاوريجن بوينت. هي دي الفكره من ورا ان انا بعمل انسرت للاكسس سيستم. لو انا مش عايزاه يكون ظاهر باجي هنا عند التولز بقول له شو او هايد. المره دي هنعمل هايد للاول اكسس سيستمز، فبيختفوا بالمنظر ده من عندي. لكن لو عايز ارجع اظهرهم تاني بدخل على تولز بقول له شو اول اكسس سيستمز، بيرجعوا تاني يظهروا الاكس والواي. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل لشركة Creative Group، وشكرا لكم.